معنا ومعكم الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية. أهلا بحضرتك معنا دكتور ولاء. يعني دكتور ولاء، هذه الجلسة النقاشية التي بدأنا بها اليوم، المنتدى والتي تحمل عنوان تجارب تنموية في مواجهة الفقر بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذه الجلسة أشارت إلى أرقام كثيرة فيما يتعلق بمؤشرات الفقر ما قبل الجائحة وبعد الجائحة. قراءتك لما تم عرضه وطرحه في هذه الجلسة، تفضل. الحقيقة يعني مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات اللي اتنفذت في مصر على مدار الثلاث سنين اللي فاتت أو على مدار السنتين اللي فاتوا اللي تزامنوا مع انتشار جائحة كورونا، كانوا من أفضل الممارسات على مستوى العالم فيما يتعلق بالتعامل مع الفقر بعد جائحة صحية زي جائحة كورونا. مصر كان عندها حزمة من التدخلات، سواء من خلال التوسع في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة، لأن هي دي اللي بتخلق فرص عمل في فترات الكساد. ممكن معظم دول العالم قللت استثماراتها، مصر في السنتين اللي فاتوا زودت استثماراتها في مجال البنية الأساسية، لأنه ده المجال اللي بيستوعب عدد كبير جدا من الشركات الصغيرة ومن العمالة غير المنتظمة كمان، وده ساعد كتير في استقرار السوق، لأنه وفر في إيدين الفئة دي يعني قدر من الموارد النقدية استخدموها في شراء سلع وخدمات، وده ساعد إن هو يحرك الأسواق. كمان مصر تدخلت من خلال حزمة من الدعم المباشر لبعض الفئات اللي تضررت من الجائحة، وهي دايما بتبقى الفئات الأضعف والأكثر هشاشة في المجتمع زي العمالة غير المنتظمة مثلا. كان في حزم من الدعم النقدي تقدمت من خلال وزارة القوى العاملة وخلال وزارة المالية وخلال وزارة التنمية المحلية. كمان الإنفاق الصحي خلال السنتين اللي فاتوا كان ليه دور كبير جدا في التقليل من الآثار الاقتصادية للجائحة وتمكين القطاع الصحي وتمكين القطاع الخاص المصري من انه هو يحصل له ريكفرينج بسرعة ويقدر يرجع بسرعة، وبالتالي التأثيرات الاقتصادية للجائحة تبقى مثلا في 2021 أقل من المستوى اللي كانت عليه في 2020. فالتجارب المصرية كانت تجارب ملهمة وتجارب مهمة وتستحق أنها تعرض في منتدى دولي، وتستحق أنها تقارن في التجارب الأخرى اللي عرضت من خلال ضيوف الجلسة النهاردة. نعم دكتور ولاء، يعني فيما يتعلق بفكرة السلام والأمن الاجتماعي الذي كان هاجسا طول الوقت أمام الدولة المصرية بالرغم من أزمة اقتصادية كبيرة عالمية في مواجهة جائحة كورونا، كيف استطاعت مصر أن تعمل دائما على تحقيق هذا الهدف في ظل تحديات كثيرة كما ذكرت لحضرتك، اقتصادية واجتماعية، وأيضا هناك فقر، وأيضا يعني هناك تنمية واستراتيجية مصر 2030 الدولة المصرية تعمل على تحقيقها شيئا فشيئا. إذن الظروف والملابسات والتحديات كثيرة، لكن دائما الإنسان نصب أعين الدولة المصرية. كيف حققت مصر هذه المعادلة، هذا التوازن الذي تحدث عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ هي يمكن أنا شايف إن في عاملين رئيسيين تسببوا بده. طبعا العامل الأول وهو الإرادة السياسية، الإرادة السياسية اللي كلنا بنشوفها واللي بتقف خلف كل المشروعات والمبادرات القومية والتدخلات وعمليات الإصلاح كبيرة الحجم خلال الفترة اللي فاتت، إرادة غير مسبوقة. فالإرادة السياسية ثابتة وصلبة. العامل الثاني كمان هو الشعب، ثقة الشعب في القيادة، قدرة الشعب على التحمل وعلى تفهم الإجراءات اللي بتحصل. لو احنا رجعنا مثلا 5 سنين لورا، مصر كانت بدأت برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي. البرنامج ده نجح، احنا بنجني ثماره في 2020 و2021. جزء كبير من قدرتنا على التكيف مع الجائحة والتعافي بعد الجائحة كان سببها ان احنا نجحنا في اجتياز برنامج الاصلاح الاقتصادي، واصبح عندنا بنى وهياكل اقتصاديه قادره على الصمود. البرنامج ده ما كانش ممكن ينجح بدون وجود الاراده السياسيه وبدون وجود التفهم الشعبي و
ثقة الشعب في القيادة وقدرة الشعب كمان على التحمل والصبر، ويمكن ده اللي بيشير ليه السيد الرئيس تقريبا في كل خطاباته. نعم صحيح، التفهم الشعبي وثقة الشعب في القيادة بالتأكيد، وأيضا المصداقية وحالة الشفافية، أنا أتفق معك كثيرا دكتور، هي التي خلقت هذه الحالة من تحدي الأزمات التي مرت بنا بعد جائحة كورونا. في هذه الجلسة النقاشية دكتور ولاء، تم الحديث عن ارتباط مهم ووثيق، ارتباط قضية الفقر بالزيادة السكانية. أنت كمدير وحدة حياة كريمة بالتأكيد تتعامل بشكل مباشر مع هذا الملف الشائك، ملف الزيادة السكانية وهذا التحدي أمام خطط التنمية وخطط أيضا حياة كريمة، هذا المشروع القومي العملاق، وبالتأكيد ترصد لنا كيف يمكن أن تتعامل الدولة مع هذه القضية الكبرى، هذا الملف الشائك، بالرغم من وجود تنمية واستراتيجية خاصة بتنمية مستدامة للريف المصري. تفضل. الزيادة السكانية يعني مشكلة كبيرة في مصر، ما أعتقدش أن احنا لسه هنتناقش طبعا في تأثيرها المباشر على التهام أي مردود للنمو الاقتصادي. لا، ده أصبح من الأمور المسلم بيها إن احنا لو لم يتم ضبط النمو السكاني، لو لم تتراجع الزيادة السكانية، مش ممكن هنشعر بأي ثمار لعملية النمو وعملية التنمية اللي بتحصل. الزيادة السكانية يمكن منشأها الأساسي ريفي بحكم الثقافة اللي موجودة في الريف المصري، بحكم انخفاض مؤشرات جودة الحياة، فدايما معدلات الإنجاب بتبقى أعلى في الريف، بالتالي اللي بيتسبب يعني بشكل اكبر في زيادات السكانيه هو القطاع الريفي. من خلال مبادره حياه كريمه ومن خلال عدد من المبادرات والبرامج اللي بتتبناها الدوله، بيتم التاثير بشكل مباشر على مؤشرات جوده الحياه، توفير الخدمات العامه، توفير خدمات التنميه الاجتماعيه المرتبطه بالصحه، المرتبطه بالتعليم، المرتبطه بالخدمات الشبابيه، خلق حاله من الرواج الاقتصادي وخلق فرص عمل للفئات العاطلة، سواء الفئات الشابة أو حتى النساء اللي هم كمان يعني بسبب نقص مشاركتهم الاقتصادية فكانوا يعني بيميلوا للإنجاب باعتباره شكل من أشكال المشاركة الاجتماعية، أو بيكسبهم قوة في هيكل البنيان المجتمعي. فالتأثير على كل هذه العوامل بالتأكيد هيكون ليه تأثير كمان على معدلات الإنجاب، لما يكون في فرص عمل متاحة ومستدامة تقدر الشباب يوصل لها، تقدر المرأة توصل لها، ده بالتأكيد هيخلي تركيزهم بشكل أكبر على نوعية الإنجاب مش كمية الإنجاب. لما الخدمات التعليمية والخدمات الصحية تبقى متاحة بشكل جيد وشكل فعال، ده هيؤدي إلى يعني توسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، استجابة أكبر للرسائل المرتبطة بتقليل التحديد النسلي. التنمية دايما بيكون ليها تأثير إيجابي على القضايا الأخرى، القضايا اللي هي مرتبطة بشكل أو بآخر بصنع حالة من التراجع أو التأخر أو التخلف، وعلى رأسها طبعا الزيادة السكانية. صحيح، يعني إذن هو الوعي المؤثر الأساسي والكبير في مسألة تحقيق معدلات وزيادة التنمية في مصر، الوعي بأهمية هذه القضية والعمل على حلها، ووعي السكان بخطورة الزيادة السكانية على ما يتم إنجازه على أرض الواقع من تنمية مستدامة، واستدامة هذه التنمية بالتأكيد إذا ما تم حل هذه القضية وهذا الملف الشائك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة.